قال لي ما بين الحياة والموت، قال لي راني مرت، راني مرت، قال لي راني مضروب صافي. كي كان ولدك في معاملته اخلاقه؟ عنده اصدقاء يعني اخلاق، مربي التربية حسنة، ما كيصفر ما والو، داخل في التربية حسنة، ما كاينش عنده نشان، نشان كاع يعني صحاب المدرسة تيعرفوه، صحاب اللي تيقراو مع التلاميذ، التلاميذ الاساتذة كيعرفوه يعني ما كاينش تخشيش. واخا شنو تترافقش مع تترافق هو مع كاين شي ولدات القايا. كيفاش تجاك الخبر بان ولدك راه ضربو؟ شي دراري صغار ما عقلتش عليهم، دراري صغار قراو تما مع الفصل المريم، شافوه تحاماو عليه ودخلوا طيحوه سميتو، تكرسوا عليه مزيان بالعصا. ايوا نضرب الراس ونضرب. شناهي الحاله اللي لقيتي فيها ولدك؟ راه مجبد صافي، جبدت هضر على شويه. حسام دري في شكل ترونكيل داخل سوق راسو، واحد الدري اللي محترم بزاف، واحد الدري اللي اي واحد غادي تسولو عليه يقول لك حسام شكون هو. حسام دري درويش بزاف داخل سوق راسو، دري ترونكيل ما تيقلبش على الصداع، واحد الدري اللي هو بيتوتي يعني، واحد الدري اللي داخل سوق راسو ترونكيل بزاف وكلشي تيعرف عليه، وما عندوش مع الصداع، ما عندوش مع المشاكل، ما عندوش صحابو بزاف، هادشي اللي كنعرف على حسام. كيفاش كانت العلاقه ديالك؟ كان اكثر من خويا، كان يعني كانت بيناتنا واحد العلاقه اللي هي زوينه بزاف، ما كناش كنتفارقوا كاع مره، يعني اي واحد غادي تسولو كنا ديما انا وياه يعني غاديين في نفس البلاصه، جايين في نفس البلاصه، كنا اكثر من الخوت. شنو وقع ليه مسكين؟ تضرب، هادشي اللي عرفت، تحاماو عليه سبعه ديال الدراري وضربوه. ما عرفتش شنو هو السبب، انا لحد الان مازال ما عرفتش شنو هو السبب. كيفاش انت تلقيتي الخبر؟ صدمت وما تيقتش، يعني ملي قالوا لي كيسحب لي يعني الدراري مطلعنا عليا ولا شي حاجه، ما تيقتش كاع نهائيا، قلت مع راسي انه غير تيضحكوا ولا هو معاهم وبغى يختبرني ولا شي لعيبه بحال هكا، فهمتي؟ وكيفاش داير الشعور ديالك؟ انتوما كتشوفوا مصدوم بزاف وما متيقش، وبقى فينا الحال حنا كاع كاملين بزاف، حتى شي واحد فينا منطيق، منطيقنش بلا حسام مات. فوقاش طرات هاد الفاجئة؟ تضرب البارح، يعني ملي خرج من المدرسة ديالو، جاي في حالاتو في الطريق كيضربوه. بسبب شنو؟ ما عرفش السبب. فوقاش مات؟ فوقاش داو السبيطار؟ ما عرفتش، أنا تا جيت من الخدمة كنسول عليه، قالوا لي بلا راه تضرب وهو في السبيطار في السويس. هادشي اللي عرفت. مات البارح بالليل. شنو رسالتك ايضا للشباب باش يتفاداو المشاكل؟ شنو تبغي تقول للشباب بصفه عامه؟ انهم يبعدوا من المشاكل، يبعدوا من الصداع، يبعدوا من المدابجات. كنقول لهم الله يهديهم، وما كاين لاش بنادم يخلق الفتنه مع بعضياتهم، هما كيشوفوا حسام مشى ضحيه، ويعني بنادم خصو فهمتي يتقى الله، يبعد من المشاكل، راه المهم راه بزاف والله الا بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.